الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل إخوة الكرام من جديد إلى بيالليغ إي كومبخوندر. طبعا توقفنا عند هذه الفقرة، لو ديرني باراغراف كنا ديجا في أنكور إين باج دو مو ديفيسيل، أنكور إين باج دو مو ديفيسيل. إذن من جديد كما نقول أنكور إضافة أو أيضا كما قلنا une page de mot difficile. إذا نتكلم عن صفحة، voilà c'est une page de mot difficile. إذا نتكلم عن صفحة من الكلمات الصعبة. إذا كما رأينا l'espoir الأمل، ومنها le verbe espérer، إذا فعل أمولة، كما نقول تمنى. l'escalier الدرج، غيمي اي طومبي دون لسكالي، غيمي اي طومبي دون لسكالي. طبعا غيمي انه سقط في لسكالي. هاد الكلمات الموجودة هنا انا تأتي كمثال لي اس مثلا لسبوار لسكالي لسكارغو لسكارغو. اذا نتكلم عن الحلزون، ثم جيسبر انا امل، تيسبر انت تامل، il espère هو يامل، nous espérons نحن نامل، vous espérez انتم تاملون، ils espèrent هم ياملون. j'espère que tu sais nager comme René. انا امل بانك تعرف تسبح comme René مثل René. Rémi est tombé dans l'escalier. Rémi انه سقط، اي طومبي هو الذي سقط. طبعا اذا لو فيرب طومبي سيصرف مع اتر. غيمي اي طومبي دون اسكالي، انه سقط في الدرج. il s'est fait mal كما نقول انه فعل لنفسه سوءا، انه اصيب. ابخي ونديمو افيك سب باغ اكزومبل لو سبور الرياضه، لو سبيكتاكل المشهد. La natation est un sport agréable et utile. La natation est un sport agréable et utile. إذن السباحة، رأينا قبل قليل tu sais nager، هذا لو فيرب ناجي. هنا عندنا la natation السباحة. La natation est un sport agréable et utile. إذن السباحة هي رياضة، et un sport هي رياضة. agréable كما نقول ممتعة أو جيدة، et utile ونافعة. ensuite on a des mots avec que، par exemple le scarabée. إذا نتكلم عن حشرة من الحشرات بهذا الشكل. l'année scolaire السنة الدراسية. un petit scarabée، إذا نتكلم عن جعل صغير. نوار طبعا هو لونه أسود. كور دون الشماء يجري في الطريق، غادي مع الطريق تجري. ensuite on a des mots avec st، par exemple le stade la statue. إذا نتكلم عن تمثال، احيانا نتكلم عن لو ستاتي كما نقول الوضعيه، كما نتكلم عن الوضعيه القانونيه لو ستاتي جيريديك. اذا نتكلم عن الوضعيه القانونيه مثلا لو ستيلو القلم، ولا ستانستيلو لو ستيلو. ensuite on a René écrit à la plume. René écrit à la plume. اذا روني يكتب بالريشه، et papa écrit au stylo، ثم أن أبي يكتب بالقلم. إذا غوني يكتب بالريشة وأبي يكتب بالقلم. غوني إكري à la plume et papa écrit au stylo. il y a de belles statues dans le parc du château. هناك تماثيل جميلة dans le parc، في منتزه. منتزه ماذا؟ du château، منتزه القصر أو القلعة. ensuite nous allons voir H muet. طبعا muet كما نقول أنها صامتة.
إذا نتكلم عن أش التي لا ننطقها، إذا تسمى أش ميي ميي. ثم عندنا أش أسبيري أسبيري، كأننا نتنفسها أو نستنشقها أن نوم. إذا كأن هاد أش غير موجودة. أن نوم أن نوم رجل إين إيغونديل. إذا نتكلم عن نوع من الطيور يسمى السونونو. إين إيغونديل إين إيغونديل. إذا كما تلاحظوا بأن أش لا تنطق هنا. النابي النابي، نتكلم عن اللباس النابي. ثم أنكيي أنكيي، إذا هاد أش كأنها غير موجودة لكنها تكتب. هاد الكلمة ضروري أنها تكون فيها هاد أش بهذا الشكل. أنكيي ثم لوتي لوتي الشاي. أنكيي يعني دفتر. أنكيي دفتر دفتر. لوتي الشاي نفس الشيء. كما تلاحظوا بأن أش لا تنطق. غيميجو دو لارمونيكا، فوالا سي لارمونيكا كنا ديجا في. غيم يلعب دو لارمونيكا، يلعب بهاد الأداة الموسيقية. غيم يجو دو لارمونيكا، إذا غيم أنه يلعب هاد الأداة. إذا طبعا كما تلاحظوا بأن أرمونيكا هي نفسها تتضمن هاد أش في بداية الكلمة لكنها لا تنطق. إيل جو بيان، إذا طبعا هو يلعب بهاد الأداة. إيل جو بيان هو يلعب جيدا، أنه يبدع في خلق موسيقى من هاد الأداة. لي زيغونديل، إذا نتكلم عن جمع ديال إيغونديل، طيور السونونو. سون غوفوني لي زيغونديل سون غوفوني، إذا هاد الطيور أنهم عادوا. لو فيرب غوفونيغ هم الأفعال اللي تتصرف مع إتخ. لي زيغونديل سون غوفوني، طيور السونونو أنها عادت. ليفيغ فا فينيغ، فصل الشتاء سينتهي. كما تنشوفو راه عندنا هنا لو فيتور بروش، كما راينا عندنا لو فيرب الي جا بعد منه مباشره لو فيرب فينيغ الانفينيتيف. ليفيغ فصل الشتاء فا فينيغ سينتهي. ليفيغ فا فينيغ ليفيغ فا فينيغ. ثم عندنا اش اسبيري، اذا نتكلم عن اش التي تسمع. اون هاش اون هاش، فوالا سي اون هاش. ثم عندنا لو هيرون لو هيرون لو هيرون، تنتكلم عن طائر يعطي صوتا جميلا يسمى لو هيرون. ثم عندنا لو هازار لو هازار، يعني الحظ. لو هازار الحظ، حين نقول جو في سو ترافاي باغ هازار، أنا أقوم بهذا العمل يعني بدون ترتيب. باغ هازار يعني هكذا. جي رونكونتخي اون بيرسون باغ هازار، يعني التقيت بشخص صدفة بدون ترتيب. إذن لو هازار. ثم عندنا لاهي لاهي، إذا نتكلم عن سياج أو حائط، إذا يسمى لاهي. ثم عندنا أونهو أونهو في الأعلى أونهو في الأعلى أونهو في الأعلى، يوجد شيء ما في الأعلى. روغاردي أونهو انظر إلى الأعلى. روغاردي أونهو انظر إلى الأعلى مثلا. ثم عندنا لو هيرون أالونبيك لو هيرون أالونبيك، هذا الطائر أالونبيك عنده منقار طويل. لو بيك منقار، أنبيك هو عنده منقار، أالونبيك هو عنده منقار طويل. أنلونكو طبعا لوكو يعني العنق. أنلونكو إذا هو عنده أيضا عنق طويل. إي دو غروند بات إي دو غروند بات، ثم عنده أرجل كبيرة. إي دو غروند بات إي دو غروند بات، ثم عنده أرجل كبيرة. لو بيشرون أبا دي زاربا أفيك إن هاش. لو بيشرون أبا دي زاربا أفيك إن هاش، إذا الحطاب أبا يضرب. طبعا عندنا هنا لو فيرب أباتر، أنه يضرب لي زاربا يضرب الأشجار. أفيك إن هاش أفيك إن هاش، يضربه بالمفصلة أو المقطع شاقور. إذا هو يضرب الأشجار
بهاد الشقر لو بيشون ابا دي زارب افيك اون هاش il frappe fort il frappe fort il frappe fort il frappe fort هو يضرب بقوة il frappe fort هو يضرب بقوة des lettres هناك احرف des lettres احرف qu'on ne prononce pas التي لا ننطقها qu'on ne prononce pas التي لا ننطقها à la fin des mots في نهاية الكلمات à la fin des mots في نهاية الكلمات إذن طبعا هنا عندنا مجموعة أحرف كما سنرى الأمثلة أن لا تنطق في آخر الكلمة مثلا عندنا X T G P et D nous prononce tout d'abord les mots avec X à la fin qui ne se prononce pas التي لا تنطق par exemple de de لا نقول dox نقول de اثنان اينوا اينوا اذا نتكلم عن جوزه اينوا ثم لو بري الثمن حين نقول كيلي لو بري دو سو ستيلو ما هو ثمن هاد القلم لو بري ثم عندنا اون فوا دوس اون فوا دوس اون فوا دوس صوت هادئ لا فوا لا فوا يعني الصوت احيانا نتكلم عن كلمه اخرى اللي هي لا فوا ولكن عندنا او في مكان اكس نتكلم عن الطريق او الطريقه او نتكلم عن الوسيله ولكن او هنا عندنا لا فوا باكس المقصود به الصوت اون فوا دوس نتكلم عن صوت هادئ صوت هادئ لا تو دي مالاد لا تو دي مالاد لا تو هي ديك الكحة لا تو نتكلم عن السعال المريض يسعل أنه تيكحب لا تو دي مالاد إذا نتكلم عن سعال المريض أونسويت أون ديمو أفيك تي أ لا فان كي نو سو برونونس با باغ إكزومبل لوغا باغ إكزومبل لوغا إذا نتكلم عن الفأر لوبو الإناء كالتي نضع فيه الأزهار لوبو لولي لولي ممكن نتكلم مثلا عن إبريق الشاي نسميه لوبو إذا نتكلم عن لوبو دو تي مثلا ثم عندنا لولي لولي الحليب لا نقول لوليت بل نقول لولي وأيضا هناك كلمة لولي لولي سرير لولي السرير في حالة لولي نضيف هاد أ ولكن في حالة السرير لولي نحذف هاد أ أن كي فيغ فيغ أننا لا ننطق الطي ولكن في حالة مؤنث نقول فيغت طبعا تنطق الطي عندما نضيف أ أن كي فيغ ثم عندنا أن غارسون ميشون إذا نتكلم عن طفل شرير أن غارسون ميشون طبعا في حالة المؤنث نقول أون في ميشونت بنت شريرة نضيف أ فتنطق الطي ثم عندنا لو بوان لو بوان كما نقول ربطة اليد تسمى لو بوان طبعا كما تلاحظوا هاد الجي لا تنطق ثم عندنا لو سون الدم لو سون الدم ومن مثلا لو فيرب سيني سيني يعني نزف نزف دما انه بدا يخرج منه الدم اذا نتكلم عن لو فيرب سيني اذا هنا عندنا لو سون هاد الجي لا تنطق ميتيفو اون رون ضعوا أنفسكم أون غون طبعا لو غون هو الصف ضعوا أنفسكم في صفين ديروا الصف ميتيفو أون غون ألون باك ألون باك إذا نتكلم عن منقار طويل ألون باك كما رأينا لو غون ألون باك إذا بعدها عندنا كلمات عندها بي في نهايتها لكن لا تنطق مثلا لو غالو لو غالو يعني عدو يعني جري الفرس او جري الحمار مثلا يسمى لو غالو هنا هذا الاسم ماذا تيجي منه لو فيرب غالوبي غالوبي يعني عاد او جرى لو غالو عدو الحيوانات جري الحيوانات ثم عندنا لو سيرو لو سيرو شراب من سكر مركز نتكلم عن شراب فيه سكر مركز
لو سيرو لو سيرو لو سيرو كنقولوا حنا السيرو لو سيرو. طبعا بلا تنطقونا تي ترو بوتي انت جد صغير انت جد صغير. ممكن نقول تي بوتي تي بوتي انت صغير تي ترو بوتي انت جد صغير. اندغا اندغا اذا نتكلم عن غطاء السرير غطاء السرير يسمى اندغا. ان كو دو بوين ان كو دو بوين اذا نتكلم عن ضربه او لكمه ربطه يد هكذا تسمى ان كو دو بوين. اي enfin on a des mots qui s'écrivent avec d à la fin mais sont prononcés ce d. اذا طبعا بدون ان ننطق هاد لو غونار لنقول لو غونارد لو غونار لو غونار يعني الثعلب لو كانار لو كانار نتكلم عن الإوز أو البط لو كانار. أن أنفون غورمون أن أنفون غورمون إذا نتكلم عن طفل أكول طفل أكول أنه يأكل كثيرا. طبعا في المؤنث نقول غورموند في المؤنث نقول غورموند نقول مثلا اون في غورموند طبعا نضيف أ فتنطق هدي. أن أنفون غورمون Je suis grand. Je suis grand. Je suis grand. أنا كبير. في المؤنث تقول البنت Je suis grande. Je suis grande. نضيف أ فتنطق د في المؤنث. في المذكر نقول Je suis grand. أنا كبير. إذا طبعا هاد دي لا تنطق تماما كما في هاد الكلمات. إذا حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.